إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس تقدم أنوار. أنوار. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الجامعة الإذاعي أنوار، والذي نلتقيكم من خلاله لننقل لكم أبرز الفعاليات والأنشطة العلمية والبحثية والطلابية في جامعة السلطان قابوس. حياكم الله معنا مستمعينا وتتابعون في هذه الحلقة. وزير الصحة يوقع على وثيقة التزام الدول بتطبيق أهداف التحدي الإقليمي. تدشين مسابقة هواوي الدولية في الجامعة. وبحث ميداني حول تأثير وسائل الإعلام الجديدة على التنشئة الاجتماعية في السلطنة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا، تصحبكم في إعداد هذه الحلقة مروة بنت حمد أمبو سعيدية، ورافقكم في التقديم أنا سعيد بن مهنا العميري، وتصحبكم إخراجا الزميلة منى بنت سالم المسلمية. حتى السعابة وسهر الليالي في سبيل مجدك. لا 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 نبالي. إذن مستمعينا عودة، ونبدأ معكم بمجموعة من أخبار الجامعة. وقع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وثيقة التزام الدول بتطبيق أهداف التحدي الإقليمي بمشاركة ممثل الدول الأعضاء لشرق المتوسط، وذلك ضمن فعاليات التدشين الإقليمي للتحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بشأن سلامة المرضى التطبيب من دون أضرار، الذي نظمته وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. جاءت هذه الفعالية بهدف تبادل خطة وطنية نموذجية بشأن مأمونية التطبيب ومناقشة التحديات الماثلة أمام البلدان والتصدي لها، وتبادل قصص النجاح بشأن كيفية تذليل العقبات التي تعترض سبل التنفيذ، ووضع مسودات خطط عمل وطنية بشأن تنفيذ التحدي للبلدان المشاركة. بهدف تعزيز التواصل الدائم مع الطالب الجامعي، انطلقت مؤخرا مرحلة الدعاية الانتخابية للمجلس الاستشاري الطلابي في دورته السنوية الثالثة، وسيبدأ التصويت لاختيار الأعضاء في 25 من الشهر الجاري. إذن مستمعينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا ناصر بن حميد بن عبد الله الهنائي من أمانة سر المجلس الاستشاري الطلابي. أخي ناصر حياك الله معنا.
أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أستاذي، وتشريف أن أكون على هذه القناة للحديث عن انتخابات المجلس الاستشاري الطلابي للفترة الثالثة بجامعة سلطان قابوس. حياك الله، بارك الله فيك. نبدأ معك مباشرة ونتحدث عن المجلس الاستشاري الطلابي وعن أهميته. طبعا لا يخفى على الجميع أهمية التواصل الدائم بين الطالب الجامعي وبين إدارة الجامعة. المجلس الاستشاري الطلابي انطلق في عام 2015-2016، وهذه هي الفترة الثالثة للمجلس الاستشاري الطلابي. أهمية المجلس تكمن في كونه قناة رئيسية تربط الطالب الجامعي بإدارة الجامعة. يتم من خلال هذه القناة نقل جميع المقترحات التي تسهم في تطوير الحياة الجامعية والأكاديمية وأيضا الخدمية للطالب الجامعي، وكذلك تطوير كل ما يتعلق بالأنشطة الطلابية والمبادرات في الحرم الجامعي. طيب، لو جينا لآلية اختيار المرشحين كيف تكون في المجلس؟ آلية الاختيار وضعت من قبل وزارة التعليم العالي من خلال الدليل التنظيمي للمجالس الاستشارية الطلابية. الدليل يحوي الكثير من البنود، ضمن هذه البنود اللي هي آلية الاختيار والانتخابات. طبعا يتم الاختيار عن طريق تقديم الطالب والراغب في الانضمام للمجلس طلب ترشح، من خلاله يتم قبول هذا الطلب من عدمه من خلال بعض الشروط. هذه الشروط ينبغي أن تتوفر في المترشح، ومن ثم يدخل المترشح إلى انتخابات المجلس، يتم التصويت من قبل معظم الطلبة، ومن ثم تعلن القائمة الفائزة بالانتخابات، وهم عبارة عن 17 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة. جميل، نعرج أخي ناصر على الإنجازات التي تحققت من خلال المجلس الاستشاري الطلابي. هناك العديد من الإنجازات حقيقة منذ انطلاق المجلس في عام 2015-2016، وفي نهاية العام الثاني أو الفترة الثانية المجلس الاستشاري الطلابي تحققت العديد من الإنجازات. مما لا يخفى على الجميع أن المجلس يتكون من 3 لجان رئيسية، وهي لجنة الشؤون الأكاديمية، ولجنة تعنى بالخدمات الطلابية، واللجنة الثالثة تعنى أيضا بالأنشطة الطلابية والمبادرات. في لجنة الشؤون الأكاديمية استطعنا وخلال الفترة الثانية فقط يعني من انطلاق المجلس أن نصل إلى مرحلة المشاركة في صنع السياسة الأكاديمية لطلبة الجامعة، يعني تعديل القوانين الأكاديمية بما يتناسب مع الطلبة. أذكر مثالا على ذلك مثلا نظام التظلم على الدرجات في الجامعة. كان النظام لا يشمل أبدا بند أن الطالب يشارك في رؤية الورقة الامتحانية ومناقشتها في لجنة التظلم على الدرجات، لكن من خلال مشاركة المجلس في وضع السياسات الأكاديمية لهذا العام استطاع أن يكفل حق للطالب، وهو حق مراجعة ورقة الامتحانية جنبا إلى جنب مع معلم المادة أو دكتور المادة. نعم، فهذا أحد أوجه الإنجازات التي تحققت في الجانب الأكاديمي. أما في الجانب الخدمي لا يخفى على الجميع أيضا أنه طلبة الجامعة من السنة الأولى لهذا العام ولأول مرة يقطنون في سكنات خاصة بالطلبة وما يسمى بمساكن راحة. هذا مقترح وضع من مجلس الاستشاري الطلابي بجامعة سلطان قابوس بالتعاون مع معظم جهات الجامعة، وحقيقة مشكورة الجامعة في هذا الجانب بتعاونها في إنجاز هذا الموضوع في سنة واحدة فقط. ويبقى العديد من الإنجازات التي تحققت أيضا في جانب الأنشطة الطلابية، منها إخراج اللائحة المنظمة للأنشطة الطلابية في جامعة سلطان قابوس. بطبيعة الحال يعني وجود المجلس لابد أن يساهم بمساهمة إيجابية وفاعلة من أجل مصلحة أبنائنا الطلبة. ناصر بن حميد بن عبد الله الهنائي من أمانة سر المجلس الاستشاري الطلابي بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم أستاذي، وندعوكم إلى حث الطلبة وأولياء أمور الطلبة حث أبنائهم على التصويت في انتخابات المجلس يوم الاثنين القادم بإذن الله، وتستمر لمدة 24 ساعة في نهاية الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك وأحسن. مرحى مرحى جامعة العتيدة، مرحى مرحى جامعة العتيدة، يدك
سديدة، حلمنا فيك قائم وأملنا منك دائم، حلمنا فيك قائم وأملنا منك دائم، فاسعد يا عمان بجامعة السلطان، فاسعد يا عمان بجامعة السلطان، أرواحنا شاركت الجامعة في المؤتمر والمعرض السنوي الذي تنظمه الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي EAIE في نسخته 29، والذي تستضيفه مدينة إشبيلية الإسبانية، وتعتبر هذه المشاركة الرابعة للجامعة في هذا المؤتمر الذي يستقطب أكثر من 200 مؤسسة علمية وبحثية، بالإضافة إلى الوكالات والشركات المهتمة بقطاع التعليم العالي. ركز المؤتمر على تبادل الخبرات بين المؤسسات المشاركة، بالإضافة إلى مناقشة وعرض التوجهات العالمية في الاعتماد الأكاديمي وأثره على المؤسسات والجامعات على المدى البعيد. كما تم خلال المؤتمر تنظيم مجموعة من ورش العمل التي تعرض خلالها تجارب الجامعات والمنظمات المشاركة وأهم الحلول للتحديات التي تواجهها تلك المؤسسات. تم مؤخرا مناقشة رسالة ماجستير سمية اليعقوبي من قسم الصحافة حول اتجاهات النخبة الثقافية نحو تنظيم العمل الصحفي في سلطنة عمان، لتحديد علاقتهم بالصحافة واتجاهاتهم نحو أدوار وأهمية هذا التنظيم، بالإضافة إلى اتجاهاتهم نحو استمرار تنظيم الصحف وفق القوانين. مستمعينا، للحديث أكثر عن الموضوع معنا سمية خميس سليم اليعقوبية من قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية. أستاذة سمية، حياك الله معنا. أهلا وسهلا، أهلا فيك. نبدأ مباشرة نتحدث عن موضوع الدراسة وعن تجربتك في هذه الرسالة. والله الدراسة هي استكمال دراسة الماجستير، ويعني تتبع قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس، وهي من الدراسات التي ترتبط بعلاقة التأثير والتأثر المستمر بين الصحافة وتنظيم العمل الصحفي وبين النخب المختلفة، بينها النخبة الثقافية. طبعا احنا يعني كمهتمين وكحتى دارسين للعلوم الاجتماعية نعرف ان كل مجتمع في مجموعة من النخب السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والاجتماعية، وكل هذه النخب هي لها أدوارها في العملية الاقتصادية، أدوار تأثير وأدوار تأثر. فهذه الدراسة بصورة أساسية هي دراسة على النظم الإعلامية واتجاهات النخبة الثقافية، كونها أكثر النخب تأثراً بالعمل الصحفي والممارسات الصحفية اليومية، اتجاهاتهم نحو هذا التنظيم. عشان أنا أعمل هذه الدراسة كان لابد أني أنا أوصل لمصطلح النخبة، لأنه هو هذا المصطلح يعني نادرا ما يستخدم في البحوث العمانية، ولابد كان أني أنا أضع ملامح عامة لهذه النخبة. هل هم الأشخاص الذين على رأس المؤسسات الثقافية؟ هل هم الأشخاص اللي ينتموا لمؤسسات مختلفة؟ هل هم الأفراد المستقلين؟ تحديد أيوة نعم، تحديد دقيق لهم. بعد نعم. عملية التحديد كان لابد أن أجيب على سؤال آخر، وهو يعني ما هي أشكال تنظيم العمل الصحفي؟ فاتكأت على دراسات سابقة ووجدت أن هنالك أشكال متعددة لهذا التنظيم، بينها القوانين والتشريعات، بينها الإجراءات الإدارية اللي هي عن طريق مثلا بعض الجهات، بينها وزارة الإعلام مثلا، وهنالك التنظيم الذاتي للعمل الصحفي. نعم طيب، دراسة بشكل عام حول تحديد اتجاهات
وتحليل هذه الاتجاهات نحو التنظيم. نعم سنتطرق إن شاء الله في موضوع القوانين وهذا جانب مهم في الدراسة، لكن قبل ذلك نتعرف على أبرز النتائج في هذه الرسالة. نعم، دراسة يعني أكدت على أن هنالك في علاقة بين النخبة الثقافية في سلطنة عمان وبين تنظيم العمل الصحفي نتيجة لعلاقتهم بالصحافة، يعني هم ينشروا في الصحافة متأثرين بها يعني ولديهم اتجاهات نحوها. كشفت أيضا الدراسة عن الاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم العمل الصحفي بصورة عامة وتأثيرات هذا التنظيم الإيجابية على الممارسة الصحفية، يعني أنه هنالك تأكيد أنه كل عمل صحفي في أي دولة من العالم لابد أنه يكون هنالك منظمات ومحددات له. من بين النتائج أيضا وجدت الدراسة أنه هنالك رفض لغالبية المبحوثين للضوابط والأدوات الحالية المستخدمة في القوانين المنظمة للعمل الصحفي بصفتها أكثر الأشكال التنظيم شيوعا. وأخيرا يعني هناك نتائج كثيرة يعني ربما لا يتسع الوقت لذكرها، لكن يعني من النتائج أيضا أنه أشارت نتائج الدراسة إلى أهمية التنظيم الذاتي للعمل الصحفي، وأقصد بالتنظيم الذاتي هنا التنظيم عبر مواثيق الشرف وتنظيم الصحفيين نفسهم لمهنتهم عبر مؤسسات الصحفية وبدون تدخل من الدولة أو من الحكومة، يعني أن تكون هنالك ضوابط ومعايير مهنة تلتزم بها المؤسسات الصحفية وتلزم بها الصحفيين. جميل. وهنا كانت الاتجاهات إيجابية بصورة كبيرة، أي أنهم يؤيدون هذا النوع من التنظيم في العمل الصحفي. أيضا كما أشرتي في من خلال سياق الحديث أنه أيضا الدراسة تطرقت إلى موضوع القوانين والاتجاهات نحوها، نتحدث عن هذا الجانب؟ طبعا بطبيعة الحال لما جئنا نشوف إيش تنظيم العمل الصحفي إيش هي أبرز محددات، وجدنا أن القوانين هي تشكل محدد أساسي في تنظيم العملية الصحفية. نحن اليوم ما عندنا ميثاق، لا نزال يعني ما لدينا ميثاق عمل مثلا وميثاق شرف مهني، ما عندنا الكثير من الضوابط والإجراءات الداخلية في المؤسسات الصحفية اللي تقوم على أساسها تنظيم العمل الصحفي. فالقوانين اللي تضعها الحكومة هي المحدد الأساسي، ونقول بمعنى أدق أن قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 1984 يعني هو الأكثر تأثيرا في تنظيم العمل الصحفي، وهذا أيضا ما أكدت عليه النتائج في الدراسة. ولكن الاتجاهات نحو هذه القوانين يعني كانت جدا سلبية، لأنه هنالك رفض لهذه القوانين من ناحية أنها يعني تستخدم عبارات مطاطة مثلا على سبيل المثال، من حيث أنها هي متوسعة في استخدام محظورات النشر، لابد أن التقليل من محظورات النشر، علما أنه هذه النخبة لم ترفض حظر النشر نهائيا، قالت أن هنالك بعض الموضوعات التي تستحق أنها هي تحظر في النشر في الصحافة، ولكن التوسع في استخدام هذه المحظورات هو الذي ينبغي أن يتم إعادة النظر فيه. أيضا يعني أشارت النتائج إلى ميل الاتجاهات نحو ضرورة تخفيف العقوبات والجزاءات المستخدمة، بينها مثلا عقوبة حبس الصحفيين، بينها إجراءات إغلاق الصحف. ويعني أكد المبحوثين أنه لابد أن هنالك تكون مجموعة من الإجراءات قبل إغلاق الصحف نهائيا، بينها التحذير والتنبيه وغيرها. وبشكل عام يعني هذا يدللنا وهذا يعودنا إلى يرجعنا إلى سياق يعني مهم، وهو يعني المناداة المستمرة لمراجعة القوانين اللي تنظم من خلالها الصحافة، وأن يكون هنالك قانون واحد للإعلام، وهذا يتفق يعني مع النخبة الثقافية مع اتجاهات هذه النخبة، لأنها هي الأكثر تأثرا من بين كل النخب الأخرى بالعملية الصحفية نفسها وبالممارسات الصحفية اليومية.
نعم، إذن من خلال هذا اللقاء شاكري لك هذا التواصل، ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الدراسة رافد مهم حول تنظيم العمل الصحفي وتحديد علاقة المنتمين لهذه المهنة واتجاهاتهم نحو أهمية هذا التنظيم. شكرا جزيلا لك سمية بنت خميس بن سليم اليعقوبية، شكرا لك. شكرا، حياك الله. أجرى الدكتور أنور الرواس من كلية الأداب والعلوم الاجتماعية بحثا ميدانيا على عينة من طلبة المدارس في السلطنة، حيث سعى البحث للتعرف على أنماط استخدام الطلبة لوسائل الإعلام الجديد المتمثلة في القنوات الفضائية ومواقع شبكة الإنترنت والهواتف النقالة والذكية وتطبيقاتها وتأثير ذلك على عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال والمراهقين في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة في المجتمع العماني. توصلت نتائج البحث إلى أن أغلب الطلبة يقضون 3 ساعات يوميا في تصفح الإنترنت، وأن عدد الساعات تزداد في أوقات الإجازات. كما أكدت الدراسة أيضا أن وسائل الإعلام لها تأثير كبير على التنشئة الاجتماعية في السلطنة. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. نظم مركز إعداد وتطوير العاملين بالجامعة برنامجا تدريبيا باللغة الإنجليزية بعنوان كتابة التقارير الفنية لفئة المهندسين والفنيين من موظفي الجامعة، وذلك ضمن الخطة التدريبية السنوية لموظفيها. وسعى البرنامج إلى تدريب الموظفين على كيفية كتابة التقارير الفنية باللغة الإنجليزية مع مراعاة المنهج العلمي في ذلك، وأيضا إكساب المشاركين الأسس العلمية والطرق الحديثة في كتابة التقارير الفنية وكيفية عرض النتائج والتحليلات بأسلوب مختصر ودقيق. انطلقت في الجامعة مسابقة هواوي الدولية لطلاب الجامعات والكليات في مجال الهندسة وتقنية المعلومات لعام 2017. جاء تنظيم هذه المسابقة بالتعاون بين مركز التوجيه الوظيفي في الجامعة وشركة هواوي للاستثمارات الفنية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا سعيد بن مبارك الغنامي، رئيس قسم العلاقات المهنية. أستاذ سعيد، حياك الله معنا في برنامج أنوار. يا حي الله وسهلا، مرحبتين فيكم أخواني. نتحدث أكثر عن فكرة هذه المسابقة. طبعا أول شيء نحيي الأخوان المستمعين الكرام وأخواتنا المستمعات. بخصوص هذه المسابقة، طبعا هي أحد مبادرات شركة هواوي في المبادرات المجتمعية طبعا، اللي من أجلها تدعم المجتمع للتحول الرقمي. وطبعا هذه الفعالية تهدف إلى صقل مهارات طلبة الجامعات والكليات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وبالإضافة لذلك توفير بيئة مناسبة للتعلم بشكل يحاكي الواقع الحقيقي، أو نقول البيئة الحقيقية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. نعم، نتحدث عن بعض الإجراءات مثل التسجيل في المسابقة. تسجيل المسابقة يكون عبر، أول شيء قبل التسجيل يكون شخص يجب أن يكون منتسب لجامعة أو كلية من الاشتراطات، بالإضافة أنه يكون تخصصه في تقنية المعلومات والاتصالات. وكذلك تكون الكلية أو الجامعة بينها تنسيق مسبق مع شركة هواوي الجهة المنظمة للفعالية أو المسابقة. نعم. بعدها يقوم بالتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه المسابقة، اللي فيه جميع التفاصيل المسابقة، كيفية الاشتراك والمعايير والشروط المتطلبة للتسجيل في هذه المسابقة. نعم. عند التسجيل، بعد التسجيل يكون في مرحلة اللي هي يكون أنه الطالب يحصل فيه هناك مواد تعليمية مساندة
تفيده في اجتياز في احتمال اجتياز المرحلة الأولى من الاختبارات، واللي هي راح تكون فرض لها في تاريخ بين 15 أكتوبر إلى 20 أكتوبر بإذن الله تعالى. جميل، إذا نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أخي سعيد بن مبارك رنامي رئيس قسم العلاقات المهنية، وإن شاء الله تكون مثل هذه المسابقة رافد للطلاب وأيضا إضافة لمستوياتهم العلمية إن شاء الله تعالى. بالتأكيد بالتأكيد، شكرا لكم اتصالكم ونتمنى لهم التوفيق. شكرا لك، شكرا لك. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. في رملك أشجار نمت في الصحاري، خضراء نضراء وارفة الظلال. في رملك أشجار نمت في الصحاري، خضراء نضراء ورفة الظلال. حدائق الخوض في أبهى الجمال تبهر العيون بالسحر والدلال. حدائق الخوض في أبهى الجمال تبهر العيون بالسحر والدلال. بين الجامعات في آيات الكمال، وبرجك سامق يبدو كالهلال. بين الجامعات في آيات الكمال، وبرجك سامق يبدو كالهلال. عشت يا سلطاننا أسست الجامعة، عشت يا سلطاننا أسست الجامعة. حلم الأجيال لنفسها 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 صانع. جئنا إليك نطلب المعالي، نطلب العلم والخلق المثالي. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أنوار، نلتقيكم بحول الله يوم السبت مع أخبار جديدة عن جامعة السلطان قابوس. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. هذه تحيات مروة بنت حمد أبو سعيدية في الإعداد، كنت معكم سعيد بن مهنا العميري في التقديم، وفي الإخراج هذه تحيات الزميلة منى بن سالم المسلمية، وتحيات دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.